بدوره اكد سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقه بمناسبه بدء تشغيل اولى محطات براكه للطاقه النوويه السلميه ان تشغيل اولى محطات براكه للطاقه النوويه السلميه في دوله الامارات العربيه المتحده انجاز رائد وخطوه هامه في طريق الطاقه المستدامه الذي تنتهجه قيادتنا الرشيده وذلك بكوادر وطنيه تتحلى بالطموح وحب العلم والاجتهاد والاخلاص في عملها

ورفع سمو اسماء ايات التهاني والتبريكات الى صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان رئيس الدوله حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدوله رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد ابو ظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحه واخوانهم اصحاب السمو اعضاء المجلس الاعلى حكام الامارات والى شعب دوله الامارات العربيه المتحده والى وكافه الدول والشعوب العربيه على هذه الخطوه الحضاريه المستدامه